بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعا برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالة العاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار. في ظل قياده جلالته الحكيمه موشيدا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الاخويه الوطيده التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو مستمر في شتى المجالات